صباح الخير ونهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. كما العاده اليوم راح نقاسم معكم غدايا. هذا درت كيمونيه الصباح، اتبعوا لا غوسيت. انا راح ندير معكم غدانا اليوم، راح نشارك معكم واش راح ندير. عندي هنا شويه تاع كبده تاع الدجاج مع هذيك الكينزه، راح نديرهم كما الكيمونيه، بس راح ندير معها البطاطا، راح نخلط معها البطاطا هنا. تبعوني كيفاش ندير لا غوسيت نتاعي. عندي هنا زوج سنات نتاع ثوم، هام زوج كبار ولا ربعه صغار، ورايحه نطيبهم لهنا. راح نطيبهم في لافخيتوز هذه اللي وريتها لكم المره اللي فاتت. على فكره رحت البارح، رحت للنوز، الحانوت نوز، بقى جيت نشوف نلقى بلاصتهم فارغه، اتهزوا كل ما قعدت حتى وحده باسكو ما يلقاهمش بلا بخياده. وانا غلطت قلت لكم 30 يورو، هي 35 يورو موان 30%، دونك تخرج لو ال 24 ولا الو ميم في اكسيون ما تلقاوهاش بالسومه هذه. اكسيون اللي يجيب حوايج لا مارك بصح حوايجو مليح بصح موان شير وما تلقاوهاش بالسومه هذه، لقيتها الله اعلم نسيت جو بونس 39.90. المهم اون فادير 40 يورو لقيتها في اكسيون اللي يبيع فريمون رخيص. المهم دركا راح ندير معاكم لا غوسيت نتاعي وان شاء الله تعجبكم. قلت لكم اون سورت دو كيمونيه بصح رايح نحط معاها البطاطا ونطيبها في لافخيتوز هذه تاعنا الجديده. اول حاجه نديرها رايحه نقص الكبده، نحي منها هذيك الحوايج الزايده كيما الشحمه هذه نحيها. فوالا نطفاها مليح، انا ما نحبهاش ما نكذبش عليكم، ما نحبش كي تكون الشحمه وهذيك العروق هذيك كلها في الكبده تاع الدجاج ما نحبهاش. فوالا نطرف اخر درك نحيها كامله كامله. الوغ لي زيبيس اللي رايحه نحطهم، رايحه نحط فلفل احمر، الفلفل الاحمر، نحط التبل والكرويه نحبهم انا في الاكله، نحط الكمون مادام اسمها كمونيه دونك يجي فيها الكمون اوتوماتيكمون، نحط فيها شويه نتاع كركما، نحط شويه نتاع كركما، عدت دو طون طون ندخلو في الماكله نحطو في الماكله، واليوم جي شوازي باش نحطو. فوالا هذه واش رايحه نطيب انا اليوم. الوغ لي ننظفها نحط اسيك، ما نحطش الزيت دركا، وشريت واحد الزيت درك نوريه لكم الا تحبوا تشريوه انتم ثاني، هو سبيسيال للقليل اللي ما يحبش الزيت ياسر، سبيسيالمون لهادو مال لي زاباري. دونك تحطوا قطره واحده تكفيكم لارجومون. فوالا الوغ نكمل هذا كامل ونعاود نرجع لكم ونكملوا لا غوسيت مع بعضنا. هلا بعد ما قصيت الكبده والكنزه هذوك هما، دركا رايحه نقص البطاطا. قشرت زوج كعبات بطاطا مويان، مشهم كبار ياسر ومشهم صغار خلاص. هلا انا الكعبه الاولى نحط كلش مع بعضها كلش. انا الكعبه الاولى ندير الكعبه الثانيه درك، هي طيب كيما الفوق، كيما في الفوق اكزاكتومون. والحاجه المليحه سي كو فيها ايكونومي نتاع تريسيتي، ايكونومي نتاع زيت، ايكونومي تاع حوايج ياسر، وماكله كيما نقولوا بالعربيه صحيه. دونك حطيت البطاطا لهنا، عندي درك الطماطم راح نحط نص برك ما نحطهاش كامله باسكو مش راح نطيب ياسر. و تاع تريسيتي تقولوا لي كيفاش حتى هي تمشي بتريسيتي، نقول لكم كي نطيبوا في الفوغ اني اوبليجي نخليو الفوغ على الاقل 10 دقائق وهو يسخن. و entre nous ça prend plus de temps que بهادي، هادي ديريكتومون كيما تحطوها كيما تبدا السخانه تعديلها وتطيب طيب في ساعه. فوالا نحط نص كعبه تاع الطماطم، انا نحب نحط فيها الفلفل الحلو شنو هو ما عنديش، عندي غير الحار اجي با لو دووا نحطو. درك رايحه كملت بهادي، راح ندير الثوم، رايحه نربي عليها السنات نتاع الثوم اللي عندي.
كمونية تحب الثوم ياسر. وين كاين وين كاين الكمون لازم تحطوا الثوم. الثوم والكمون يمشيوا مع بعضهم ياسر. فوالا دونك نروح لزيبيس تاعي. نحط شويه خلاص نتاع ملح فريمون حطيت شويه. الوغ نجبد مغرف صغيره برك لهنا. عندي شويه نتاع كمون نحط وي سي سا كمون. ها شوفوا ما تكتروش كي تطيبوا. نو 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 وي شوف عند ليديا دوك تلقاهم. روح ليديا. ليديا الكمون نحطو شويه خلاص ما تكتروش. كي تكتروا لي زيبيس راح تجيكم ما. انا نحب الطعمه تاع لي زيبيس ابان تحسوا بها في في لسانكم ولا في فمكم. فوالا كيف كيف على راس المغرف تابل وكرويه. الو الكركما الكركما رايحه نحط نفس الشيء. فوالا نفس الشيء نزود شويه نزود شويه على الكمون والتبل والكرويه. دركا واش بقى لي اللي تعرفوني مضروب عليه ياسر الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر كيف كيف رايح نحط شويه مش ياسر. فوالا ها هو واش بقى لي نحط. انا رايح نحط الفلفل الكحل اي فوالا. نحط شويه نتاع طماطم شويه برك طماطم كونسونطري شويه ما تكتروش. ولي بقى لي الزيت هذا اللي قلت لكم عليه مليح مليح للي غوتي مليح مليح لكلش. منها يبنن ومنها مليح. فوالا نحط ان بوتي فيلي سيتو. حطيت شويه خلاص. واش رايحه ندير درك رايحه نخلط كلش مع بعضها. هاكم تشوفوا كيفاش ها كلش نخلطوا مع بعضها. قعد لي الماء. الماء رايحه نحط مي فريمون اون توت بيتيت كي نقول لكم اون توت بيتيت غوت سي ان بو اكزاجيري. نحط ابوبري ابوبري نحط عليها واحد الفنجان نتاع ماء. فنجان نتاع ماء ونحطها تطيب ونشوفوا لو ريزولتا مع بعضنا. استناوني برك نحط الماء. فوالا عندي ابوبخي الفنجان هذا هذا نص كاس صغير سي ليكيفالون تاع فنجان. نحطو ماء فوالا نعاود نخلط كلش مع بعضها خاطر واش اسمو الكبده والكينزه والبطاطا والطماطم راح يسيبوا الماء تاعهم. دونك انا ما نكثرش الماء. الو دونك واش رايحه ندير راح نحطهم هنا ان شاء الله يكونوا نحطهم هنا ونبروغراميهم. عندي هنا نحطهم اسناو 160 دغري ولا نقول لكم نحطهم 150 دغري ا بو بري ونديرهم في 25 مينوت 25 دقيقه ا 150 نو قد حطيت هنا نو 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 نقص فوالا ا بو بري 150 درجه 150 دغري حطيتهم ا 25 مينوت. شوفوا هاو ديريكتومون بدا يطيب ما نسحقوش نسخنوا الفوق وهذاك الكل. الو نكمل هذا كامل وعندي تاني كسره رخيص رايحه نطيبها وكيف كيف نعاود نرجع لكم. الو بعد ما سخن الطاجين سافا قوي فيه شويه. الو القرصه الاولى شوفوا مالغري ليديا كبرت تقرا في الجامعه بصح كان جو سي با كان حكيت لكم على الزوره تاعها. عندها واحد الزوره الباني ما يعرفوش حكايتها. عندها واحد الزوره جابوها لها كادو ملي كان في عمرها اموا شهر
الدرك، وهي لكان راح تباتت في بلاصه لازم تدي الزوره تاعها، لكان رحنا للبلاد احنا لازم الزوره تاعها تروح معاها. وهو الحاجه سبيسيال فيها الزوره تاعها سكو تتغسل مره كل 4-5 سنين، ممنوع نغسلوها لها، ممنوع. نهار اللي نتغشش انا ونحطها نغسلها، نهار هذاك تعمل حاله حاله بالبكاء، تعمل حاله بالبكاء. تحب لا تيكستور تاعها وهي موسخه كيما هكا، تقول لي كي تتغسل تولي رطبه ياسر وتولي ما تعجبهاش. دونك انترزي دركا كون تشوفوها تعافوها، بصح وين تروح اي معاها. الو هذه جبتها لكم باش نقول لكم على الكرسه هذه، لازم كي ندير الكسره انا لازم ندير لها وحده صغيره، لازم الصغيره نتاع ليديا. والو ما ينحيها، ما نعملها لهاش تتغشش ولا نمدها لولد اختها ولا حاجه ما يعجبهاش الحال. دونك ديما نحي لها تاعها دو كوتي ونحطها لها باش تاكلها لاله. فوالا هذه الاولى تاعها هي. لو طون لي نوجد الاخرى انا، فوالا نخليها شوي ما نحبش نكرسها درك. فوالا هذا هو درك نكمل الكسره. طيب هذه نوهي عليها وقتاش با يفوتوا لي 25 مينوت نجبدها، الا تحتاج تزيد نزيدها شويه وقت نزيدها مش مشكل. انا درك راني في التجربه بهذا لاباري هذا، و او ميم طون راني نوري لكم واش قادر يعمل لنا. فوالا درك اون برينسيپ كي نديرو كمونيه ونديرو الحوايج هذه، انا ما نحملش ريحه الطياب في الدار، ما نحملهاش. دايوغ ديما كي نطيب الكوزينه الطاقه تاع الكوزينه محلوله ولو الثلج يصب. دونك هذه ساعدتني خلاص ما ديرش الريحه ابدا، كل شيء يقعد لداخل. هي وذاك لوتوكويزور اللي شريته من ليدل مره هذاك، انا مخبياته باش نديه معايا، بدات نجبدو في رمضان ولا انا مخبياته سبيسيالمون نديه معايا للبلاد. الى حلت الحدود حلوها لنا بيان سور، باسكو في البلاد كي نروح البلاد انا ما نقعدش محصور في الدار، ندار بارتو نخرج. دونك ونحبوا ناكلوا في الدار، احنا ولادي ياكلوا برا سو بروبليم، بصح حنا دو بريفيرونس في الدار مره في الفال معليش. دونك كوم نخرج ياسر هو يطيب في ساعة رابيدمون يطيب، دونك جو بريفير نديه معايا للبلاد الى سهر ربي ان شاء الله. على هذيك ما تشوفونيش قاعده نطيب به دونك فوالا. ولي قاعدين يتبعوا فيا اني ندير لكم شاك سامدي ان شاء الله ندير لكم ان لايف. لي لايف تاع سامدي عدت نديرهم في انستغرام، في انستغرام، بصح القبول ماهوش ياسر ناقص شويه. الوغ اللي قاعدين يتبعوا فيا ديروا انستغرام سافر عنابيه وعدوا تبعوا لي لايف نتاعي، ودرك ان شاء الله غير تترخف عليا الدنيا برك، ونعود ندير لكم دو طون زون طون دي لايف كيما هكا وانا نطيب. وانا في رمضان قلت انا نعود نطيب في الصباح، الا تحبوا ديروا كيما انا نطيب في الصباح وقبل المغرب جوست يقعد لي البوراك ونسخن واش طيبت في الصباح. دونك انتم تحبوا ديروا كيما انا، وجدوا كلش في الصباح نعودوا نطيبوا مع بعضنا. بتات نعملها اون ديريكت اون لايف، نطيبوا مع بعضنا. وفي العشاء كوم سا العشيه استدير كي قرب المغرب ما نضلوش هذوك الازرب وحكم سيب وايتو. المهم هذا هو واش عندي لكم اليوم، نقول لكم ادخلوا في انستغرام وعودوا تفرجوا في لي فيديو باسكو لي لايف راني عدت نديرهم تما. ونشكر اللي قاعدين ساعه ساعه يقولوا لي ندخلوا معاك في اللايف، نقول لهم ميرسي بوكو، ربي يعيشكم. و سامفي تري تري بليزير كي تدخلوا معايا في لي لايف هكا. سي ان اونور لي انا كي تشاركوني لي لايف نتاعي. فوالا انا درك نقعد شوي نقعد بها في كيرتان.
فوالا اي نيزيتي با تحبوا تدخلوا في لي لايف، تحبوا نزيد لكم لي لايف وقولوا لي اسكو نكمل سيغ انستغرام ولا نرجع لليوتيوب، وساعه ساعه ندير لكم سيغ فيسبوك. وديما ديما سافور عنابيه كو سوسوا انستغرام تيك توك فيسبوك ولا يوتيوب، سي توجور ادواق عنابيه ولا سافور عنابيه. فوالا نكمل الكسره تاعي انا، هذيك هي محسوب دريب. واختنا اللي قالت لي على اللي قالت لي على البراج، اختنا القبيليه اللي نحيي القبائل الكل باسكو elles sont vraiment nombreuses اللي قاعدين يتبعوا في سيرفر عنابيه. انا جمي اتوندي با دو تو، ما كنتش نستنى الاقبال هذا تاعهم ياسر من عند القبائل خاوتنا. نقولها كي تعملي البراج قولي لي ونعطيه لي، صوريه لنا خلي نشوفه. باسكو هي قالت لي ما لقيتش الغرس البارح، شريت الدقله هذيك الطريه ورايحه تفورها ودير بها. دونك ماذا بيا كي ديريه تكليه ان شاء الله بالصحه والهنا ان شاء الله، ووريهولنا صوريهولنا خلي نزيدو نسخفو شويه. وتاني دي تاع الدقله ما عنديش الغرس، كيما يقولوا تو لي مويان سون بون، دونك ندير بالدقله انا نعجنها ونفورها وفوالا. المهم دونك نكمل الكسره تاعي، فطوري قاعد يطيب ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. هلا الكسرة رخيصة طابتها هي كما تشوفوها، ها ديجا درتها في لاشين دونك تقدروا تلقاوها فاسيلمو. هذه الكمونية اللي حطيت فيها البطاطا كيف كيف طابت. انا باش نكون اونيت معاكم 25 مينوت ا 160 دوغري ماكفاتش، زدت لها 15 مينوت ا 120 دوغري باش ما تتحرقليش، باسكو البطاطا قعدت شويه كوما ما حبتش تطيب لي في ساعه. فوالا دونك كلش نحطوها حنا 100 اون فادير 130 دوغري، نحطوها قداه قلت لكم ربع ساعه بلس 25 مينوت 45 مينوت ابوبري، ها 45 مينوت تطيب لكم على الكيف. الريحه هذيك تاع الماكله ما كانش في الكوزينه، اي فوالا الماء ما تكثرولهاش، حطوا شويه خلاص. درت معاها الحميص هذا قبل رمضان، درك نعاود نديرو لكم وتشوفوا الحميص هذا حار ليا انا مش راح ياكلو. وفوالا هذا هو غدانا تاع اليوم، كسره رخيص ومعها الكمونيه اللي حطيت فيها البطاطا وسلطه سلطه مشويه، ماهوش حميص انا غلط، سلطه مشويه حاره سوا. فوالا الى درتو لا ريسيت قولوا لي عليها وصوروها وحطوا لي فوتو تاعهم في تاع طياب واش طيبتوا في في لاباج فيسبوك سافور عنابيه ولا جلا. اي اون بلوس ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو الى عجبتكم، الى عجبتكم لاشين انتم ديما تفرجوا فيها ابونيو، وسورتو ما تنساوش لي جولي لايك. فوالا نقولكم تبقاو على خير وان شاء الله نتلاقى معكم في لا فيديو الجايه نديروا غوسيت جديده. الوغ حبيت نعمل لكم ان بوتيت ريمارك، انا شوفوا كي حطيت الماء ما كثرتش على خاطر عندي شويه خلاص. انتوما الى عندكم اكثر من هكا ولا تحبوها بلا صوص كثروا الماء، ما ديروش كيما انا حطيت نص كاس داكور. دونك انتوما ديروا كاس نتاع ما خاطر احنا ما نحبوش فيها لا صوص ياسر. هذا واش حبيت نقول لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت ونخليكم درك على خير وعافيه ان شاء الله.